القديس يوسف في الكنيسة، عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة. وقد استأثر بالحلقة الأب فرح حجازين كاهن رعية ترميمين للاتين من خلال عرضه الموجز لتاريخ إعلان الكنيسة الكاثوليكية القديس يوسف شفيعا لها. فإلى هناك أبونا، نحن خصصنا هذه الحلقة للحديث عن القديس يوسف بعد ما طبعا عرفنا أنه قداسة البابا أعلن هذه السنة مكرسة للحديث عن القديس يوسف وحياته، لأنه هذا الجزء اللي هو عن هذا القديس شوي غايب عن حكينا وحديثنا وحتى صلواتنا، لكن يعني بجزء بسيط يعني عندنا معلومات عنه. فجميل من قداسة البابا أنه يكرس هاي السنة للبحث ومزيد من التنوير عن هذا القديس الصامت، أنا بعتبره أنه الخادم والصامت والحارس والمرشد. نعم. كمان يعني إحنا عندنا بالإنجيل أنه بعده يعني ضل مع يسوع ل 12 سنة، بعد هيك يعني غابت عن الإنجيل يعني أخبار أو عن المذكور في الإنجيل أنه بعد 12 سنة أين كان يوسف. فممكن كمان تعطينا عن نبذة عن هذا القديس. إن شاء الله إن شاء الله. هذا هو القديس، سموه القديس الكبير المنسي. المنسي الكنيسي فطنة. أنا ما بدي أقول منسي كنت، لكن هي كنت قلت حاولت أتجنب الكلمة. إن شاء الله. تفضل أبونا. شكرا لكم. أعلن قداسة البابا فرانسيس سنة القديس يوسف من 8/12/2020 إلى 8/12/2021 بمناسبة الذكرى 50 بعد 100 لإعلان خطيب مريم العذراء شفيعا للكنيسة الكاثوليكية برسالة تحت عنوان بقلب أبوي. لقد سلم الله أثمن كنزين على وجه الأرض، يسوع ومريم القديس يوسف. فأحب يوسف يسوع الذي سمته الأناجيل الأربعة ابن يوسف. تكمن إذن عظمة القديس يوسف في حقيقة أنه كان خطيب مريم العذراء وأبا ليسوع. لقد كان القديس يوسف أبا محبوبا ليسوع، فجعل حياته خدمة وتضحية من أجل سر التجسد وسر الفداء. يمكننا أن نلخص ثقة الشعب المسيحي بالقديس يوسف في هذه العبارة التي قالها فرعون لشعبه في المجاعة في العهد القديم: اذهبوا إلى يوسف فما يقوله لكم فاصنعوه. ووفر يوسف بن يعقوب الخبز للمصليين. كذلك في العهد الجديد تقول لنا الكنيسة: اذهبوا إلى يوسف وما يأمركم به فافعلوه. فيقدم لنا القديس يوسف يسوع الخبز الحي. أقامت الكنيسة للقديس يوسف الصلوات والمعابد والأعياد، وهي الكنيسة تحتفل في 19 أذار في كل سنة عيد القديس يوسف البتول، وتخصص كل شهر أذار لإكرام هذا القديس العزيز على قلب كل مسيحي، لأن القديس يوسف ليس بالغريب عن كل عائلة مسيحية، فهو الأب والمربي والمحامي وشفيع جميع العائلات المسيحية. ولا يستطيع المسيحي أن يحب يسوع ومريم دون أن يضم إليهما القديس يوسف، فهو عز خليقة على قلب يسوع ومريم. الإنجيل المقدس لم ينقل إلينا كلمة واحدة نطق بها القديس يوسف، لكنه نقل إلينا أفعالا عظيمة صنعها يوسف وفضائل سامية مارسها، على عكس الفريسيين الذين عنهم قال السيد المسيح يقولون ولا يفعلون. أما شعار القديس يوسف فهو العمل دون كلام. فقد عرف القديس يوسف بتواضعه العميق وطهارته الملائكية ومحبته لله وللقريب. كانت حياته حياة صلاة وعمل. عرف بطاعته السريعة لله وخضوعه التام لمشيئة الله القدوسة ولأحكامه الغامضة في أصعب الحالات دون شك أو اعتراض. ويظهر لنا ذلك خصوصا في أحداث طفولة يسوع، من حبل العذراء السري إلى ميلاد يسوع في مغارة حيوانات إلى هربه إلى مصر
إلى عودته إلى الناصرة كان دوما ينفذ مشيئة الله دون اعتراض، عكس أنبياء القديم. موسى ناقش الرب: يا رب اختر غيري لهذه المهمة. إرميا: هانذا لا أعرف أن أتكلم لأنه صبي. يونان النبي: هرب من يافا إلى إسبانيا. يوحنا المعمدان لتلاميذه: أأنت الآتي أم ننتظر آخر؟ أما القديس يوسف لا يناقش، لا يتردد ولا يحتج. شعاره: لتكن مشيئتك.